عاملين قوي وحشتوني قوي. قبل ما نبدا ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في قناه دي ستارز. يلا بنبدا. دي تكمله بتاعه تنظيف مع الدب. هننضف يعني مع الدب. دي التكمله اهو. هنرتب الجزامه. هحط يعني الشوزات والحاجات ديت والشرابات والحاجات دي. ده لسه كلها جزم مش شرابات. يا عم بطل رقص بقى، ده انت من ساعتها عمال تقرفني الرقص. اوف. دلوقتي بقى ارتب الترابيزه ديت. هحط بقى هحطهم في صناديق، يعني بنظمهم بحطهم في صناديق. هحط الكور واللعب والطبله، هحط البطاريات والجيتار والحاجات دي. اهو نضفت الانتريه. هي بيرقص على كده. هيرقص هيرقص. سقف سقف. طيب انت بالفيونكه الزرقاء بتاعتك ده هيكون. اما نشوف التلفزيون ده محتاج فيه يتصلح او يتنضف. هنعدل البتاع دهوت. هنعدل السديهات. هنعدل السديهات. بعد ما عدلنا السديهات هنشغل مزيكا. الله مزيكا حلوة اهو. بيسقف يقول لي هات ايدي كم اسقف. فرحان. وقت انضف الشباك. يا عم بطل قرف، تكون قاعد في ايه. هرش يعني ده منظف بتاع الشبابيك والحاجات ديت والحيطان. دلوقتي دي بقى اللي بتنضف كده، بتشيل الصابون وبتنضف. دي بتشيل الصابون وبتنضف. شيل الصابون وتنضف. احنا خلصنا الناحيه دي، لسه الناحيه دي بقى امسح. الله شفت تنظيفي. ما شفت. الله بيرقص بيرقص. ده في دب عسل قوي. ده الدب عسل قوي. الدب ده عسل قوي يا جماعه. هحط بقى الكتب اللي هي معموله يعني بالوان ديت، يعني كذا كتاب كده وكذا كراسه. بعد ما حطينا الكتب كده في مكانها، بعد يعني لما حطينا الوان شويه الوان كده لزق اللي اتعمل كتير. بعد ما حطينا الكتب كفك يا عم، كفك يا عم بقى امشي خلاص. يلا ارقص بقى ارقص ساقع. ما نشوف اللوحة بتاعته. قصدي تلبيسة الأقلام دي. كنت رايح الحضانة، كنت رايح الحضانة. احط المسطرات والأقلام، رصاص وأقلام طباشير وألوان، أقلام شمع وأقلام رصاص وأقلام ألوان. كفك يا عم. بعد ما حضرنا المكتبة هشوف ايه تاني. انا هعدل يعني الصور والحاجات دي، يعني ابو مات ايه. هعدل صورة التمساح ديت. لعبة زي قاروب دوت. حطينا صورة القاروب دوت. كفك يا عم. يا عم امشي بقى، ده انت دب عسل قوي. هنشيل بقى الورق والتفاح الاخضر والاصفر والموزه والحاجات دي. بس هو ما شاء الله عليه عسل، دمه خفيف كده يا جماعه. ده بقى ننضف الاوضه. هننضف الاوضه، ننضف السرير. هرمي بقى الحاجات اللي على الارض ديت. بقى قدام البتاع اللي بتودي يعني حله كده عشان نغسل فيها الهدوم، يعني عشان نوديها للغساله تغسل الهدوم يعني. يا جماعه بعد ما شلنا الحاجات هحط المخد. اشيل دوت ايه؟ بفرش البطانيه واحط المخدات. يلا يا عسل يا دب. يلا يضحك يا القص. يلا دب رقصك جميل. اما نشوف هنعمل ايه تاني. هات الدولابك. مهمل مهمل.
هنحط بلوزاته دي على الشماعة، حط الشرابات مكانها، وهنحط الهدوم مكانها، وهنحط البرمودا ديت هنا، هنحل البلوزة والبرم، يعني كل طقم لوحده، كل طقم لوحده. يلا ارقص يلا. طب بالله عليك عندك عيال صغيرة؟ ابعتهم بقى يروقوا معاك. مش عاي... مش انا الشغالة بتاعتك. الوقت همسح وده منظف مراية، هرش على الحاجات دي يعني عشان اغسله. هغسل برضو بالصابون. هشفها يعني وانضفها. تحفة والله، طول عمري تنضيفي عسل عسل. ارقص يلا، ارقص 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 يلا. ما تجيب عيالك يا جدع ينضفوا معاك. وديك اشيل الورق. وده كان نجح يعمل لي كده اهوت يا جماعه. كنت قلت والله ده اتعاد من الاول عشان بينضف، مش عارفه اشيل تنظيفي ليه. كنت والله متعصبه منه على الاخر. بعد المكنسه، بعد ما شلت الورق من على المكنسه نضفت الارض. لسه بس هشيل شويه الحاجات اللي على الارض دي. يعني مكنسة يا ساعة امسح، دي مكنسة جايفة. ايديا وجعتني، ايديا وجعتني. افرح افرح افرح. بداية يكون فيديو النهاردة، لو عجبكم ما تحطوا لايك. سلام.